الفاكتورز بقى هي affecting supply. عندنا أول حاجة price of resources اللي هي ال input. لما ال price بتاع ال resources اللي هي زي ال raw material مثلا، لما تزيد ال supply هيقل. ليه؟ لأن أنا مثلا كنت ال raw material بتاعتي كنت حاطط لها budget إن أنا بشتريها ب100,000 جنيه عشان أعمل ال supply مثلا اللي هو 100 قطعة، تمام؟ دلوقتي ال raw material عشان أجيب نفس الكمية دي محتاج ان ادفع 120,000 او 150,000، فهضطر ادفع نفس ال 100,000، فبدل ما اعمل 100 قطعة هعمل مثلا 80 قطعة وهكذا. رقم 2 اللي هي number of producers، السبلايرز يعني لما بيزيدوا اكيد السبلاي يزيد. يعني مثلا صناعة الشوكولاتة، في 5 مصانع بيصنعوا شوكولاتة، فالبضاعة موجودة برقم معين. طب بقوا 10 مصانع، فالسبلاي هيزيد، هتبقى السبلاي موجود في انها كتير قوي في السوق، تمام؟ هنا بقى لما يقول لك ايه بقى ال price of related product اللي هي in production، اللي هي products sharing same factors of productions اللي هم بيسموها substitutes in production. زي ايه مثلا؟ زي مثلا لو قلنا احنا ايه، شخص بيصنع حاجتين، ماشي، حاجة بضاعة A وبضاعة B بنفس الرو ماتيريال، هي نفس الرو ماتيريال، نعمل ايه بقى؟ هو دلوقتي عنده بيصنع A و B، تمام؟ فلما سعر A بقى غالي يعني كهو سبلاير ليه، فهيصنع A اكتر من B، فالسبلاي على A هيزيد اكتر من B. ليه؟ لان هو عايز يحقق مكسب، فالحاجة اللي بيصنعها وسعرها بقى غالي بره هيصنعها اكتر على حسب التاني. زي ما كان مدينا مثال مثلا الجاتو والتورته، مثلا حلواني بيعمل جاتو وتورته، سعر التورته زاد، سعرها زاد في السوق دلوقتي، فالسبلاي بتاع التورته هيزيد اكثر، المكسب اكثر، لانه هيخلي الراجل يحول كل الخامات لصناعه التورته ومش الجاتو. ده كده ايه ال price of related products. التانية بقى اللي هي بيسموها ايه، complement in production. ال complement in production بقى اللي هي products that should be produced together، زي مثلا ال cars و spare parts، الاتنين دول لازم يتعملوا مع بعض. يعني هتقل دي هتقل دي. بعد كده بيجي ال future price expectation. يعني دلوقتي انا عندي future expect، يعني عندي توقع مثلا سعر البضاعة دي دلوقتي هيغلى، بعدين هخزنها في السبلاي هيقل عليها سعره مثلا بعد شهر، زي ما عملوا في كروت الشحن مثلا الشركات اللي في مصر، عارف ان السعر هيغلى تاني يوم مع ان هو عنده شاريها بالسعر القديم، راح مخزن قال لك مفيش، ما عنديش كارت، ما عنديش، ليه؟ يبيعها بسعر بكرة اللي هي هتزيد مثلا 5 جنيه، تمام؟ بعديها هيجي ليفل اوف تكنولوجي. كل لما الليفل اوف تكنولوجي زاد كل ما السبلاي زاد. ازاي؟ زي مصنع بيصنع بالطريقة، ماسك عنده مكنة قديمة وشغال بيها، فالمكنة دي بتطلع 20 قطعة بس في اليوم، حدث شوية التكنولوجي زاد فركب فيها قطعة مثلا خلتها بدل ما تطلع 20 تطلع 40، فكده الليفل التكنولوجي كل ما بيزيد كل ما السبلاي هيزيد. آخر حاجة state of nature، زي اللي هي ايه، الزراعة مثلا، المايننج اللي هو التنقيب عن المعادن، الحاجات دي، بئر الغاز مثلا. مثلا لو عندي مثال القطن والدودة دي أكلت الزرع، ايه اللي هيحصل؟ السبلاي هيقل. فأي حاجة state of natural بتأثر على السبلاي بطريقة معينة. يعني لو حصل مثلا إعصار فخلى الزراعة بتاعة القطن تضرب، شال المزرعة، فالسبلاي بتاع القطن غصب عني، إعصار حصل السبلاي بتاع القطن قل، حصل بركان، حصل زلزال مثلا ووقع مباني على زراعة على مش عارف ايه، وقع مصنع، فالمصنع ده دلوقتي السبلاي كان مثلا مصنع كبير بتاع اسمنت، فالسبلاي بتاع الاسمنت هيقل. ليه؟ لان حصل زلزال، حاجة من الطبيعة، امطار بقى، انهار، اسمه ده، قصدي سيول، اي حاجة طبيعية.